بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنور زكي من فرع البرج حمرية، معكم اليوم من مخيم الحوزية 2019. ومن بعد مشينا درنا بعض الأنشطة، درنا السباحة، عجبتني السباحة بزاف. مشينا عملنا في البحر، لعبنا في الرمال، كرة الطائرة. من بعد خدينا وجبة الغداء، درنا القيلولة ديالنا. ديك الوقيتة بدا كلشي كل واحد كيدير داكشي اللي بغا. من بعد القيلولة درنا النوادي، انا مشيت للنادي ديال المنتخب ديك البارع، ناوي نشارك في المسابقة ان شاء الله. من بعد النوادي درنا، كان واحد العرض ديال الاستاذ الدكتور عبد الرحيم مفكر، داروا على الشباب ومنظومة القيم، داز عرض رائع الحمد لله، استفدنا بزاف د الحوايج. من بعد داك العرض خرجنا لمدينة أزمور، كانت خرجة زوينة. مشينا ركبنا في القوارب، شفنا واحد المنظر رائع صراحة، خرجة زوينة بزاف. واخا كان الوقت ضيق، واخا كعجبنا الحال. من بعد ديك الخرجة جينا صلينا جماعة الخير المغرب والعشاء. ومن بعد كنا ناويين نديرو ديك سهرات المبادرات، ولكن ما كتبش حيت كان واحد تعذر علينا نديروها، ولكن ماشي مشكل، زوين الحمد لله. من بعد خدينا وجبة العشاء ديالنا وناسنا.